thank you حياكم الله في عدد جديد من معرض الصحافه الاسبوعيه عبر قناه الجزائر انوان اهلا بكم والبدايه بجريده الشروق التي عنونت في المنشيط جامعات تعلق الدراسه واخرى تختار التعليم عن بعد. وهذا تنفيذا لقرارات السلطات العليا وتوصيات الوزاره في حين قالت نقابات التربيه مداومه الاساتذه والاداريين قرار غير صائب وفصلت الخبر بمقال في صفحتها الرابعه وقالت بادرت عديد المؤسسات التعليم العالي التي تشهد انتشار فيروس كورونا إلى تأجيل الامتحانات الخاصة بالسداس الأول لعشرة أيام، مع الاعتماد على التعليم الحضوري وتعليق الدراسة في بعض منها، فيما لجأت جامعات أخرى لإعادة برمجة الامتحانات على مراحل، وهذا تفاديا لانتشار الوباء، وتجسيدا لتعليمات الوزارة الوصية التي أمرت باتخاذ عدة إجراءات احترازية بعد تفشي الوباء وغلق المدارس. كما عنونت في صدر صفحتها الاولى في الشان الرياضي ما بعد الانتكاسه وفصلت الخبر بمقال على صفحتها التاسعه اين صرح الناخب الوطني جمال بلماضي فشن في الكان اتحمل المسؤوليه وعلينا رفع رؤوسنا مجددا اين اعترف الناخب الوطني جمال بلماضي بفشله في نهائيات كاس امم افريقيا بالكاميرون وهذا بعد الخروج من الدور الاول عقب الخساره بثلاثيه امام كوت ديفوار واكد بالماضي ان لاعبيها ادوا ما عليهم لتقديم اداء في المستوى الا ان ذلك لم يتجسد مضيفا انه سيقوم بالبحث عن اسباب هذا الاخفاق مدافعا عن محرز وبقيه زملائه من خلال تاكيده على تحمل مسؤوليه الاخفاق مع ضروره التفكير في مستقبل لرفع الراس مجددا. الى جريده المشوار السياسي التي كتبت بالبند العريض على صدر صفحتها الاولى اوميكرون يتمدد في الجزائر بحيث بات يمثل 57% من مجموع المتغيرات المنتشره وتفاصيل الخبر في الصفحه الخامسه اين اوصت الوزاره بالمناسبه المواطنين بضروره الالتزام بنظام اليقظه داعيه الى احترام قواعد النظافه والمسافه الجسديه والارتداء الالزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي الى جريده الجزائر التي عنونت على صدر صفحتها الاولى هني لا زياده في اسعار حليب الاكياس المدعم اين اكد وزير الفلاحه والتنميه الريفيه محمد عبد الحفيظ هني انه لن تكون هناك اي زياده في اسعار حليب الاكياس المدعم وقال بخصوص رفع اسعار شراء الحبوب لدى الفلاحين انه اجراء انه اجراء يضاف الى مجموعه من الاجراءات والتحفيزات التقنيه والإدارية والمالية التي اتخذها القطاع، وأكد أن القطاع يسعى إلى جمع 27 إلى 30 مليون قنطار خلال هذا الموسم، مما سيمكن من تقليص مما سيمكن من تقليص فاتورة الاستيراد بحوالي 26%. وحول المستجدات في دولة مالي والمسائل المتعلقة بالعمل المشترك كتبت الجريدة في صفحتها الثالثة لعمامرة يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الموريتاني والتونسي حيث تحدث الوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وتطرق مع نظيره وتطرق مع نظيره الموريتاني حول مستجدات الأوضاع في دولة مالي ومع نظيره التونسي إلى العديد من المسائل المتعلقة بالعمل العربي المشترك ومنها القمه العربيه المقبله بالجزائر إلى جريدة الموعد اليومي التي كتبت في المنشات الرئيس تبون يعتزم اقتراح تاريخا يجمع بين الرمزية الوطنية والبعد العربي وفصلت في الخبر أين نفى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة ما وصفه بالمغالطات التي يتم تداولها تحت عنوان تأجيل موعد القمة العربية في حين أن تاريخ التئامها لم يتحدد أصلا ولم يتخذ أي قرار في شأنه مؤكدا ان رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون طرح موعدا يجمع بين الرمزيه الوطنيه التاريخيه والبعد القومي العربي كما كتبت على صدر صفحتها الاولى 80% من المصابين في المستشفيات غير ملقحين هذا ما اكده وزير الصحه واصلاح المستشفيات الى جريده النهار التي عنونت على صدر صفحتها الاولى بالبند العريض الغاء روتي بدايه من 1 فبراير وتفاصيل الخبر في الصفحه الثالثه اين اعلنت وزاره الداخليه والجامعات المحليه والتهيئه العمرانيه عن الغاء اجراء تعليق وسحب رخص السياقه من طرف اللجان الولائيه المتخصصه بدايه من الفاتح من فبراير المقبل وكتبت في عنوان فرعي في صفحتها الاولى تجار الجمله توقفوا عن تسويق الزيت بسبب قله هامش الربح هذا ما كشفت عنه لجنه التحقيق البرلمانيه وتفاصيل الخبر في صفحتها الخامسه الى جريده اليوم التي عنونت بالبند العريض رئيس الجمهوريه يشرع في زياره عمل واخوه لمصر وفصلت الخبر بمقال اين كتبت حل رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون يوم الاثنين بجمهوريه مصر العربيه في اطار زياره عمل واخوه تدوم يومين وتهدف الزياره لتعزيز العلاقات الثنائيه والتعاون بما يرقى لمستوى العلاقات التاريخيه والسياسيه بين البلدين إلى جريدة النصر التي كتبت في صفحتها الرابعة: تمديد سن الاستفادة من الإعانة المالية لحاملي المشاريع إلى 55 سنة. أين تم تمديد سن الاستفادة من الإعانة المالية المقدمة للشباب ذوي المشاريع من طرف الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب عن إحداث أنشطة عن أحدث أنشطتهم إلى 55 سنة بعدما كان محددا ب 35 سنة؟ الى جريده البلاد التي كتبت اغلاق الصيدليات بالادويه وكواشف الفيروس وفصلت الخبر بمقال في صفحتها الثانيه وكتبت قررت وزاره الصناعه الصيدلانيه تقديم تسخيرات لشركات التصنيع والاستيراد والتوزيع بالجمله تلزمها بتسويق جميع الكميات المصنعه او المستورده لصالح صيدليات الخواص وفق ما كشف عنه بيان صادر عن الوزاره اما في صفحتها الثالثه التي خصصتها لمقال بعنوان الجزائر في مواجهة حروب إلكترونية، أين أكد وزير الاتصال محمد بوسليماني أن الجزائر تواجه أشكالاً جديدة من حروب إلكترونية منظمة يقودها الأعداء على غرار المخزن؟ أين أكد وزير الاتصال محمد بوسليماني أن الجزائر تواجه أشكالاً جديدة من الحروب الإلكترونية المنظمة يقودها الأعداء على غرار المخزن وامتداداته؟ وكتبت في نفس الجريده على راس صفحتها الاولى الجيش يتصدى لمحاولة إدخال 23 قنطار من المخدرات المغربية أين تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي في عمليات مختلفة عبر التراب الوطني خلال أسبوع من إحباط محاولات إدخال أزيد من 23 قنطار من المخدرات عبر الحدود مع المغرب حسب حصيلة كشفت عنها وزارة الدفاع الوطني أين طالب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالاعتراف بما سماه مجازر تعرض لها الأقدام السوداء بعد نيل الجزائر لاستقلالها في 62-900 ألف، لكنه تجاهل المطالب الجزائرية بالاعتراف عن سلسلة الجرائم الوحشية التي ارتكبتها الآلات الاستعمارية الفرنسية ما بين 38 ألف و 62-900 ألف في حق الشعب الجزائري. ونختم معرض الصحافة الأسبوعية بجريدة أفريكا نيوز التي كتبت بالبند العريض تدليس في تقرير المفوضية الأوروبية وانحياز فاضح للمخزن وفصلت فيه بمقال في صفحتها الثانية أين كتبت؟ أعربت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية عن إدانتها إزاء حالات التدليس التي طغت على تقرير المفوضية الأوروبية لسنة 21 -20 حول الوضع في الصحراء الغربية وما تضمنه من انحياز فاضح للاحتلال المغربي بما يشكل تعدياً وخرقاً واضحاً للقانون الدولي والقرارات القضاء الأوروبية. وفي المجال الرياضي كتبت في عنوان فرعي بالماضي يشرع في التحضير للقاء الفاصل وعازم على تصحيح الاخطاء وفصلت الخبر بمقال في صفحتها الحادية عشر نهاية معرض الصحافة الأسبوعية دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء